يسعى المشروع دوما من خلال القوانين والأنظمة التي يصدرها إلى تنظيم كافة الأمور التي من شأنها أن تخدم الصالح العام وتسهم بشكل أو بآخر في عمارة البلاد على المستوى البشري والمادي والمعنوي. هنالك بعض المناطق التي تحظى بخصوصية معينة، فهي تكتسب المعنى التراثي والثقافي وترتبط ارتباطا وثيقا بهذه المصطلحات. كيف عالج المشرع موضوع تراخيص الأبنية بشكل عام، وكيف ساهمت القوانين بالحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية؟ هل هناك محاذير لغايات الهدم والبناء وإعادة التعمير لبعض الأبنية؟ سنناقش هذا الموضوع مع المحامية النظامية والشرعية دكتورة رند هنداوي. صباح الخير لك دكتورة رند. هذا الموضوع الأكثر تداولا أظن في الأردن الآن، ما هي النظم والقوانين التي تنظم فكرة المباني المشاريع، أحيانا حتى إعادة الترميم في مناطق معينة؟ كيف تصنف المباني أيضا في عمان على حسب الهوية والمناطق، يعني خلينا نحكي التراثية أكثر أو التي لها تاريخ معين؟ هلا عمليا المشرع الاردني حاله مثل حال اي مشرع هلا عمليا المشرع الاردني حاله مثل حي اي مشرع اي تشريعات اخرى اهتم فيما يتعلق بموضوع الابنيه، واوجد قوانين تهتم بهذا الامر، قوانين عده بتتناول موضوع الابنيه بشكل عام وبشكل خاص. هلا القانون الاردني اهتم بهذا الامر من خلال قانون عندي تنظيم المدن والقرى، اهتم كذلك الأمر من خلال قانون البناء الأردني، قانون ملكية الطوابق والشقق، وكيفية إدارة طبعا الأبنية المملوكة بالاشتراك، وكيفية طبعا آلية الخدمات والصيانة لها. متى تم تطبيقها؟ يعني متى بدأ العمل فيها؟ هل يعني فعليا كل هذه الأنظمة للمباني التي تم بناءها من 1996؟ هلا هذه القوانين موجودة من 66، وحصل طبعا عمليات تعديلات قانونية بما يتواكب بالأمر بالصيغة العامة مع التطور العمراني والتطور السكاني اللي حدث طبعا بالمملكة وبعمان. فهذا الأمر دائما أي قوانين طبعا يحصل عليها باستمرار تعديلات حتى تتواكب مع الأمر الحالي اللي إحنا موجودين فيه. فبالتالي ما هي الخصوصية التي أعطاها المشرع في القانون من يعني في التعامل من مبنى إلى آخر؟ هلأ عملية الخصوصية تكون في أنه عندما يقوم أي صاحب مشروع أو أي شخص يرغب بإنشاء مشروع سكني له أو يرغب بعمل أي مشروع إنشائي، أعطى طبعا الأولوية قبل ما يقوم بهاي الأعمال كافة، قال له لابد أنك تحصل على تراخيص وموافقات معينة حتى تتمكن من القيام بالعمل اللي بترغب بالقيام به. هذه التراخيص والموافقات بده يقدمها من خلال أنه بده يجلب هو مخططات هندسية، هاي المخططات الهندسية بدها تكون موافق ومصادق عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنية والجهات التنظيمية. ولكن هنا يعني ندخل دكتورة رندي، يعني بعض الأمور هذه واضحة بالنسبة لكل المباني الحديثة، ولكن المباني القديمة هي اللي كان فيها إشكالية أحيانا لوجود أصلا يعني مخططات هندسية، أحيانا أنها تدخل ضمن يعني إرث المكان والهوية المكانية، فبالتالي التعامل معها فيه حساسية أكبر كونها يعني أصبحت جزء من تاريخ المدينة وشكلها. هل هناك خصوصية في التعامل مع ترميم أحد المباني مثلا في مناطق معينة على حساب مناطق أخرى؟ هل في بيكون اهتمام أكبر مثلا بعمر البناء حتى في عملية الترميم والصيانة وغيرها؟ هل في هناك قوانين تعنى فقط بهذا الإرث الكبير الموجود لدينا أو حتى في السلام العام لبعض المباني التي من المفروض يعني بعد عمر معين أنها تحتاج إلى نوع من الترميم والصيانة؟ هلأ هذا الأمر عالجه القانون من خلال قانون الآثار وقانون التراث والتراث حماية التراث الحضري والمعماري الموجود، وتعليمات خاصة طبعا من الوزارة يتعلق بالمحافظة على هذا الإرث. عملية تفاصيله
تماما. عملية المحافظة على هذا الأرض، هلأ أنا بشوف المنطقة، هلأ في عندي مناطق تعد البناء فيها من الأبنية القديمة، فأنا لما بدي أحصل على موافقات في عملية إنه بناء جديد أو عملية صيانة أو عملية ترميم، فهنا لابد من إني لما بدي أحصل على هذا الأمر إني أشوف أول نقطة آلية الحفر. لما بدي أجي أخذ على بدي أجي أحفر بهذه المناطق لابد إني أخذ على ترخيص معين، بحيث إنه هذا الترخيص يقول لي إذا أنا بدي أقوم بعمليات حفر بمناطق قديمة وفي هاي الأرض في بحدها مناطق بشكل معين أبنية قديمة، لابد أني أخذ هنا أنه في عندي مساحة الأمان. مساحة الأمان اللي بدي أخذها في هذه المناطق بدها تعادل المساحة الأمان المقررة بالارتداد القانوني المنصوص عليه حسب كل منطقة. يعني مساحة ارتداد قانوني بمنطقة مثلا مترين، لكن لما بدي أخذها بمناطق من الأبنية القديمة بدي أخليها بتعادلها، بدها تصير بدل متر بدها تصير 4 أمتار حتى أحفظ هذا الأمر. كذلك الأمر إذا أنا بدي أطلع كرمال السلامة العامة لابد أن يكون في عندي سلامة، أتحصل على سلامة المنشأ. سلامة المنشأ كيف يعني؟ أنا هذا البناء مثلا ظهر في عندي أي تصدعات، ظهر في أي تشققات، ظهر في مثلا عيوب أو معايير إنشائية، فهنا في هاي الحالة لابد أني أطلع أخذ تقرير اسمه سلامة المنشأ. سلامة المنشأ هذا بيصدر من خلال مكتب استشاري هندسي مرخص بيقول لي إنه الأعمال اللي أنا بدي أقوم فيها سواء كانت أعمال حفر أو أعمال صيانة أو أعمال تعديلات تسمح لي بهذا الأمر أم لا تسمح لي. بتيجي بتقول لي إنه حسب فحص التربة حسب سلامة المكان إنه أنا ما بقدر أقوم بهاي الأعمال فبوقف، أو بتقول لي أنت بتقدر تقومي بهاي الأعمال لحد معين بعد هيك ممنوع، أو مثلا بيجي عندي في الأبنية المجاورة في عندي قطعة أرض أو بناء مجاور بدي أعمل عليه كذلك أمر نفس الإشي، أني بطلب مثلا أن يكون في عندي قبو أحفر لقبو، هذا الأمر مخالف وممنوع في بعض الحالات، لأنه أنا إذا بدي أقوم بعمليات الحفر للقبو هذه ممكن أثر على أساسات البناء المجاور. بدي أستغل الوقت المتبقي لنا الحديث عن العقوبات في حال الشخص تجاوز هذا الموضوع، إن كان من ناحية الصيانة من ناحية البناء وغيرها، وكان في استهتار وأكيد كان أيضا يعني عدم وجود مثلا لجان مشرفة على هذا الموضوع من قبل المؤسسات المختصة، ماذا يعني فرض القانون من عقوبات على هذه التجاوزات؟ هلا عمليا لما انا باخذ تقارير السلامة العامة من قبل مكتب استشاري، هذا المكتب اذا اعطاني تقارير السلامة وكانت مو سليمة ولما انا باشرت بالاعمال هاد طبعا المخالفات ظهرت عندي واثرت في هاي الحالة قانونيا بقدر ارجع على المكتب الاستشاري اللي اعطاني هذا التقرير وسمح لي اني اتمادى حد معين بالعمليات اللي مطلوبة سواء كانت حفر ترميم صيانة، في هاي الحالة برجع عليه مباشرة. هلأ إذا كان الأمر ماخده مثلا أنا في عندي قطعة أرض مجاورة لأبنية قديمة، هاي قطعة الأرض حتى تقوم بالإعمار فيها بده يكون في عندي مهندس مشرف، المهندس المشرف يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء والمخالفات اللي بتنتج سواء كانت أثناء فترة العمل مخالفات أنا بقدر أني طبعا أباشرها وأتابعها، ومن خلال طبعا الجهات التنظيمية اللي بتقوم بعمليات التفتيش أول بأول. هاي الجهات إذا قامت أخلت بعمليات التفتيش خلال البناء ونتيجة الإخلال بذلك نتج عندي مشاكل وكوارث، هنا يتحمل المسؤول. ولكن يختلف يعني أحيانا الضرر من يعني من حالة إلى أخرى، فبالتالي بعض الأضرار من الممكن أن تقتل بعض الأشخاص وفي أضرار من الممكن أن تكون يعني فرعية أو غير مهمة، فبالتالي العقاب هنا يترك لتقدير القاضي، لتقدير القضية، لتقرير الضرر، وما هو الحد الأقصى للعقوبات التي من الممكن أن تكون؟ هو عمليا أنه أنا بدي أشوف الآلية اللي تمت، يعني هلأ في مخالفات معينة ممكن أنها تتم بالإزالة أو أنه تندفع نتيجة
هذه المخالفات، فالأمر يتعلق بالأمور المادية. لكن إذا الأمر تطور وأصبحت في عندي مشاكل، مثلا صار في عندي هدم، صار عندي انهيارات، فهنا صار في عندي مسؤولية كاملة، يعني تعتبر بتاخذ أكثر من 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 منحة عادة، لأنه أنا ممكن المهندس المشرف يوكل الأمر لمقاول، لمهندس مقاول، فهنا بدنا نشوف تتوزع المسؤولية يعني بشكل أو بآخر. هي مش عملية تتوزع ستي الكريمة، هي تنتقل كاملية من المهندس المشرف للمهندس المقاول، لأنه بتكون هنا صار في عقد مقاولة فيما بينهما. يعني ممكن تنتهي عند عامل هو الذي عمل الخطأ، هي تنتهي عند عامل، ما راح تنتهي عند عامل، لأنه بالأول وبالأخير في أنا عندي حملات تفتيشية وسلسلة ومراقبة وإشراف من كاف من أي طرف متواجد. شكرا لك يا دكتورة رند حنداوي المحامية النظامية والشرعية، نورتينا، صباح الخير. أهلا وسهلا، يعطيك العافية.